وبطل الموسم الماضي اتحاد الجزائر بعدما كان منهزما في الشوط الأول أمام شباب قسنطينة بملعب 5 جويلة استطاع العودة ويسجل أول انتصار له للموسم. مسعود سيشا. مباراة شباب قسنطينة اتحاد الجزائر كانت في المستوى على العموم خاصة في مرحلتها الأولى، ومن جانب الفريق الزائر شباب قسنطينة الذي أدى شوط أول في المستوى رغم أن المحاولات وجل المحاولات الخطيرة كانت من جانب الفريق المحلي الاتحاد الذي اعتمد لاعبه على التسديدات من بعيد بسبب تجمع دفاع شباب قسنطينة في منطقتهم، وهذه محاولة وتسديدة قوية من جانب حسين مترف الحارس عمار بلهان يتألق في هذه المرحلة الأولى. المحاولة الأولى الخطيرة من جانب شباب قسنطينة كانت عن طريق ثنير، كرته كانت جانبية على يمين الحارس فريد بالملاط، ثم محاولة عن طريق مايكل إينيرامو الذي يتوغل على الجهة اليمنى تسديدة قوية والحارس عمار بلهاني في المكان المناسب، وبنفس الطريقة تقريبا دكوري يحاول التوغل على الجهة اليمنى، عمار بلهاني دائما في المستوى وفي يومه خاصة في هذه المرحلة الأولى، ثم المرة الثانية عن طريق بالقائد بدون نتيجة. مجوج يعرقل في منطقة العمليات ويستفيد لعمش من ضربة جزاء نفذها بنجاح وهدف أول لفائدة شباب قسنطينة في هذه المرحلة الأولى وبعد مرور 28 دقيقة. محاولة الرد من جانب حسين آشي ورفقائه لم تأتي بأي جديد طيلة المرحلة الأولى. خلال المرحلة الثانية تراجع إلى الوراء من جانب شباب قسنطينة، أما هجوم فريق الاتحاد فرمى بكل ثقله قبل تعديل النتيجة، وكان له ما أراد بعد هذه المحاولة الفردية من فاروق بالقايد وتعديل النتيجة بعد مرور 8 دقائق من المرحلة الثانية. 3 دقائق فيما بعد وإثر عمل جماعي منظم انطلق من دوكوري إلى بلال زيري ليصل إلى مايكل إينيرامو وبكل سهولة يضيف الهدف الثاني لفائدة الاتحاد الذي أصبح متفوقا في النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد. الدقائق المتبقية لم تحمل أي جديد عدا بعض الكرات الخطيرة من جانب فريق اتحاد الجزائر مثل هذه عن طريق بلال زيري التي اصطدمت بالقائم الأيسر لعمار بلهاني، ثم دكوري في المرة الثانية بدون نتيجة، ومحاولة أخرى خطيرة هذه المرة عن طريق مايكل إينيرامو برأسية القائم يصد هذه الكرة. المحاولات كانت قليلة وقليلة جدا من جانب فريق شباب قسنطينة ولم تأتي بأي جديد بعد هذه المحاولة من البديل بوفرما لتنتهي في الأخير المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لفائدة الاتحاد العاصمي أمام شباب قسنطينة. والنتائج المسجلة في هذه الجولة الثانية كانت على الشكل التالي: شباب بتنا هدف، اتحاد عنبة 0، اتحاد الجزائر هدفان، شباب قسنطينة هدف، ناصر حسين داي 0، شبيبة القبائل هدف، اتحاد البوليدة هدف، نادي فارادو هدف، اتحاد بسكرة هدف، شباب بلوزداد هدف، الفاق سطيف هدفان، وداد فيلمسان 0، أهلي برج بوعريج هدف، جمعية أولمبي شلف هدف، فيما أجل لقاء مولودية طهران مولودية الجزائر إلى 19 سبتمبر. الترتيب يكون على الشكل التالي: في المركز الأول شبيبة القبائل وشباب باتنا ب6 نقاط في المركز الأول، في المركز الثالث جمعية تشرف نادي بارادو وشباب بلوزداد ب4 نقاط، في المركز السادس مولودية طهران ووفاق سطيف ووداد تلمسان ب3 نقاط رفقة شباب قسنطينة واتحاد الجزائر. في المركز ال11 اتحاد بسكرة أهلي برج بوعريج وكذلك اتحاد البوليدة بنقطة واحدة. في المركز ال14 مولودية الجزائر بدون رصيد مع مباراة متأخرة، اتحاد عنبة ونصر حسين داير.